السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، كما كتشوفوا اليوم غنحضر معكم هذا الكيك اللي كيجي زوين بزاف لعشاق الشوكولاته. الكيك ديال المول عجيب، كريمه اللي هي رائعه بزاف. تابعوا معايا المراحل والمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. هنا بالنسبه للمكونات عندي هنايا جوج بيضات درجه حراره المطبخ. ضروري البيض يكون درجه حراره المطبخ باش الكيك ديالكم يجي ناجح. غادي نضيف ليه هنايا نصف كاس ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات، وغادي نحاول نخلط هاد المكونات ديالي مزيان. غادي نخلطهم مزيان حتى الدوبليه سنيده تنسجموا مع بعضياتهم مزيان. غنضيفوا باقي المكونات. هنا غادي نضيف قبيصه ديال الملحه لتعزيز الذوق، ضروري تضيفوا رشيشه ديال الملحه في الحلويات ديالكم باش المذاق يجي متوازن. وهنا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت المائده. غادي نضيفوا هنايا تدريجيا، كنضيفوا بشويه بشويه وكنخلط بحال الطريقه اللي كنصيبوا بها المايونيز. كما كتشوفوا كنخوي الزيت بحال الخيط وانا كنخلط في نفس الوقت. انا هنا استعملت غير الطراب اليدوي، انتم يمكن لكم ديروا الطراب الكهربائي، انا هنا اكتفيت غير بالطراب اليدوي. هنا كنخلط مزيان حتى ندخل هاد الزيت كلها مع البيض وسنيده حتى نتحصل على الخليط اللي هو شويه مايل البياض. كما كتشوفوا ضروري تخلطوا مزيان، اضربوا مزيان هاد الخليط. صافي، هنا بعد ما خلطت مزيان غادي نضيف الحليب. هنا بالنسبه للحليب عندي هنايا كاس قل ربع ديال الحليب، حتى هو ضروري يكون بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش من الثلاجه، ضروري يكون شويه دافي. الا كان عندكم في الثلاجه دفيوه شويه. هنايا عندي جوج صاشيات ديال الكاكاو المر، يمكن لكم تعوضوه بكاكاو ديال العبار ولكن من نوعيه تكون جيده باش الكيك ديالكم يجي فيه المذاق ديال الكاكاو يكون زوين. هذا الكاكاو ديال الصاشيات راه كيجي احسن. صافي، هنا بعد ما غربلته ضروري حيت كيكونوا فيه كغيرات ضروري تغربلوه. وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق. الدقيق كيكون على حسب الخليط وعلى حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. انا كنضيف الدقيق وكنخلط في نفس الوقت حتى نتحصل على خليط اللي هو ما يكونش ثقيل بزاف. ما تكثروش الدقيق في الكيك ديالكم باش ما يجيش مدقس ومعجن من الداخل، ضروري الخليط ديال الكيك يجي شويه خفيف، ما يكونش خفيف بزاف باش ما يهبطش لكم في الفران، وما يكونش عاوتاني ثقيل بزاف باش ما تجيكمش الكيكه بحال الخبزه مدقسه. صافي، هنا غادي نضيف جوج اكياس ديال خميره الحلوه حتى هما نغربلهم بنفس الطريقه باش نتفادى هذوك الكويرات اللي كيكون فيهم. صافي، هنا بعد ما غربلتهم غادي نحاول ندخل هاد الخميره في الخليط. غادي نخلط مزيان باش تنسجم ليا الخميره مع الخليط ديال الكيك. صافي، هذا هو الكيك اللي الخليط اللي تحصلت عليه ديال الكيك، راه كيجي بهذا الشكل، كيجي زوين بزاف وكيجي خفيف في نفس الوقت، ما يكونش ثقيل. ملي كنرسموا الثمانيه بهذا الخليط راه كتبقى مرسومه فوق الخليط ديالنا. كما كتشوفوا معايا هذا هو الخليط اللي خصنا نتحصلوا عليه. انا في الاخير غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الخل اللي كتجيب هذا الكيك كيجي زوين وخفيف وكيجي من فوق بزاف. صافي، هنا غادي نحاول ندخل هذه المعلقه ديال الخل في الكيك ديالي. وهنايا غادي ناخذ المول ديالي اللي دهنته بشويه ديال الزيت ورشيته بالكاكاو. انا وجدته من قبل، هذا هو المول ديالي، دهنته بالزيت ورشيته بالكاكاو المر. وغادي نحاول نفرغ فيه هذا الخليط ديال الكيك بهذه الطريقه، وغادي ندخلها الفران. انا الكيك ديالي كندخلو الفران يكون بارد، انا ما كنسخنش الفران، كندخل الكيك ديالي الفران على درجه الحراره 180 العافيه من تحت فقط حتى كنشم الريحه ديال الكيك عاد كنحل عليه الفران. صافي، ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما طيب باش نوجدوا الكريمه اللي غنعمروا بها الكيك ديالنا. صافي، هنا بالنسبه للكريمه عندي هنايا كاس جوج كيسان عفوا قل ربع ديال الحليب، عندي جوج كيسان قل ربع ديال الحليب، وغادي نضيف ليهم
غادي نضيف لهم جوج معالق كبار ديال النشا الذرة أو لا مايزينا، هنا بالنسبة للنشا أو يمكن لكم تعوضوها بكريم باتيسري أو لا تعوضوها بالدقيق أبيض. هنا غادي نضيف ساشي ديال كاكاو المر ما يعادل ملعقة كبيرة، بالنسبة للناس اللي عندهم الكاكاو ديال العبار يضيفوا معلقة كبيرة ديال الكاكاو. وهنا غادي نضيف جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة. الحلوة دائما كتكون على حسب الذوق، يمكن لكم تزيدوا أو لا تنقصوا في الكمية ديال السكر. وغادي نخلط هذا الخليط ديالي مزيان على البريد حتى ينسجموا لي المكونات مع بعضياتهم، وغنوضعهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى نتحصل على كريمه. صافي، هذه هي الكريمه ديالي بعد ما وجدت، كما كتشوفوا راه كتجي على هذا الشكل. هنا غادي نضيف ليها 10 القطع ديال الشوكولاط الاسود، وغادي نحاول نخلطها مزيان حتى تذوب ليا هذا الشوكولاط. راه كتجي واحد الكريمه اللي هي رائعه بزاف وزوينه، كتجي بحال دانيت ديال الشوكولاط. ويمكن لكم تضيفوا حتى دانيت ديال الشوكولاط في هذه المرحله الا ما بغيتوش ديروا الشوكولاط، ديروا غير دانيت. صافي، هذا هو، هذه هي الكريمه ديالي اللي تحصلت عليها. غادي هنايا الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران، راه كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين بزاف. غادي نحاول هنايا نفرغ هذه الكريمه ديالي في الوسط بهذه الطريقه، وغادي نخليها جانبا. غادي نحاول نفرغ هذه الكريمه ديالي ونخليها جانبا حتى تدفى شويه، عاد ندخلها الثلاجة باش تبرد. ضروري تخليوها شويه حتى تمسك الكريمه، عاد ندخلوها الثلاجة ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي بعد ما ساليته هنايا، بعد ما برد شويه، مازال ما برد تماما، باقي الكريمه ديالي مازال ما تمسكات مزيان. هنايا زينتها بالعقيقات وشويه ديال الجوز من الفوق، قطع ديال الجوز ولا الكركاع، وزينتها بالخطوط ديال الصوص ديال الشوكولاته. نتوما يمكن لكم تزينوها كما بغيتوا، التزيين كيكون اختياري وعلى حسب المتوفر عند كل واحد. هنا هذا هو الكيك ديالي، انا هكا زينته، راه كيجي زوين بزاف، واحد المذاق اللي رائع بزاف. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الشوكولاته راه هذا الكيك روعه روعه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه ديال اليوم وتنال اعجابكم، وتقولوا لي في التعاليق كي جاتكم هذه الكيكه، واش عجبتكم ولا لا. وهنا كنكون وصلت نهايه الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده على نفس القناه. خليت لكم الراحه ومع السلامه.